يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي باسم عبد المتجلي؟ وإذا كان لا يجوز فهل يلزم تغييره؟ والله ما أعرف يعني من أسماء الله المتجلي، لا أعرف هذا من أسماء الله. عبد الجليل نعم لا بس، أما المتجلي أنا لا أعرف أن هذا من أسماء الله، وأما تغييره الأمر واسع ما خالف. طيب نعم.